أين أجد سعادتي؟ لمعرفة السعادة فلنتأمل بحركة الطفل تأملاً تحليلياً. فالطفل من خلال ما فطره الله تعالى يبحث عن سعادته، يجدها في البداية حينما يخرج عن اللفافة من خلال الحركة الاستقلالية، فيحاول أن يحبو ولا يجدها، يحاول أن يمشي لعله يجدها لا يجدها، يحاول أن ينطق ولا يجدها. يكبر الإنسان يعتقد أن سعادته في المال، يصبح ثريا لا يجدها، أن سعادته في الجاه، يصبح وجيها لا يجدها، أن سعادته في السلطة، يصبح رئيسا لا يجدها. ولو ملك الإنسان الأرض لنظرت عيناه إلى السماء، أين هي السعادة؟ يجيب الإمام الخميني قدس سره وهو يخاطب الإنسان بلغة الفراشة: أيتها الفراشة الهائمة حول شمعة الوجود، هل تبحثين عن كمالك الموجود؟ لا تجدينه في المال وفي الجاه وفي السلطة. إن أردت أيتها الفراشة، أيها الإنسان، أن تعرف سعادتك، فارجع إلى فطرتك التي فطرك الله عليها، لتعرف أن الكمال الحقيقي متحقق في واحد أحد، ألا وهو الله رب العالمين، وأن سعادتك تكون حينما تتعلق به، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.